الاستديو المدرب مدرب السباحة الكوتش محمد صالح رئيس اللجنة الفنية في اللاذقية لرياضة الترياتلون. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباحك وني. هلا أهلا. صباح الخير لك كوتش. أهلا صباح النور. أهلا وسهلا فيك. هلا نحن نحكي أول شيء عن رياضة الترياتلون، العالم بتغنى الترياتلون إنه شو هي. تماما. أول شيء بدنا نوقف عند هذا المفهوم، خلينا نعرف الناس شو يعني الترياتلون. هي عبارة عن ثلاث ألعاب. الترياتلون يعني ثلاث ألعاب، هن سباحة دراجة جري. طبعا اللاعب بده اول شيء يبلش بمضمار سباحه، عنده مسافه سباحه محدده، بعدين بينتقل على المرحله الثانيه اللي هي الدراجه، بعدين بخلص من الدراجه بينتقل على الجري. اللعبه هيدي بلشت عندنا بسوريا بسنه 2000. اول سبق كان عندنا باللاذقيه، هي كانت الجامعات العربيه، شارك في وقتها الاستاذ همام معلا والاستاذ فراس معلا، وتشكلت اول لجنه فنيه بال 2003 وتحولت لاتحاد سوري، اتحاد واعترف عليه يعني بال 2005، وكان الاستاذ همام علا هو رئيس الاتحاد العربي لهي اللعبه، ونحن قدوه فيهم صرنا نشتغل بهي الرياضه وحبيناها. يعني مثل ما حكينا هي عباره عن سباحه دراجات جري، في عده سباقات لها، في الى عده سباقات. تمام. في منها السباق الاولمبي، هي عباره عن 1500 متر سباحه، 40 كيلو دراجه، 10 كيلو جري. بيجي بعدين عندنا سباق سبرينت، اصغر مسافه منها بتكون 750 متر سباحة، 20 كيلو دراجة، 5 كيلو جري. والمين سبرينت هذا بنستخدمه للفئات الصغيرة، 400 متر ب 10 كيلو دراجة ب 2 كيلو ونص جري. بعدين عندنا الفروع الثانية مثل ما حكينا، الكواتلون والدواسلون. الكواتلون هي عبارة عن كمان نفس الشيء بس من دون دراجة، سباحة جري، سباحة جري. الدواسلون ما فيه سباحة، بصير في عندنا بس جري، دراجة جري. هي الفكره العامه عن هاللعبه هيدي. تمام. اكيد يعني حلو هيدا. لنحكي اكثر عن المشاركات والفئات المشاركه، مثل ما ذكرت يعني كل فئه لها خلينا نقول مقاييس خاصه فيها. هلا البطوله اللي عم بيتم التجهيز لها نحكي عنها والمشاركين فيها. البطوله اللي عم نجهز لها هلا، اخذين نحن سباق سبرينت السرعه، 750 ب 20 كيلو دراجه ب 5 كيلو جري. هي للفئات العمريه بين الشباب والرجال، يعني المواليد 2004 2005 2006 الكبار. الفئات العمريه الصغيره بين الناشئين والاشبال عاخدين الكواتلون جري، سباحه جري. الفئات العمريه الصغيره عاملينهم كيلو جري، بعدين بينزل بيسبح 400 متر، بعدين بيطلع برجع عنده كمان كيلو ثاني جري. الاشبال اخذين مسافه اصغر هسه، 800 جري، 200 متر سباحه، بعدين بيرجع بيعمل عندنا 400 جري. هي كلعبه فرديه. نحن دخلت فيها لعبة جماعية، صارت كعبارة عن سباق تتابع بال 2008 تقريبا، صار عندنا موضوع فريق تتابع. كل فريق مكون من ثلاث لاعبين، ممكن يكونوا مختلط، يعني ممكن شابين وبنت، ممكن بنتين وشاب، حسب بقى الفئات الموجودة. السباقة بتكون أصغر، المسافات أصغر، المين سبرينت مثلا لفئة الشباب، والكواتلون بنقلل المسافة، 400 مثلا جري، 100 سباحة، 200 جري للفئات العمرية الصغيرة. هاي البطولة اللي عم نحضر لها هلا حاليا بال 28 شهر رح يكون متسابق ان شاء الله. كوتش، نحن عم نحكي عن مثلا دراجة سباق سباحة، يعني قديش بحاجة للياقة جدا عالية؟ يعني احنا اليوم نشوف مشاركين مثلا سباق السباحة او جري او كذا، يعني رياضة لحالها بيكون بدها تحضير كثير، فما بالك انت اليوم عم تمارس ثلاث رياضات مع بعض. هلا نحن بنبلش فيها لهي اللعبة من الفئات العمرية الصغيرة، لأنه هي بحاجة لكثير تحمل، كثير يعني بدك كثير وقت، بدك كثير وقت. فنحن عم نبلش فيها من الفئات العمريه الصغيره، مثلا 7 سنين 8 سنين بنبلش بلعبه سباحه. وانا كمدرب سباحه فعم نشتغل على موضوع المدارس سباحه، بنشوف المميزين من هاللاعبين هدول، بنصير نعرض عليه موضوع الترياتلون، انه انت مثلا كسباح عندك برنامج تمريني مثلا 6 ايام بالاسبوع تمرين سباحه، عم تتطور، عم ندخل موضوع اللياقه معه، موضوع الجري، موضوع التمارين السويدي. فمنتابع نحن كافه اللاعبين، بنشوف وين في عندنا لاعب قوي، بنيته قويه، مميز، بنبلش نعرض عليه موضوع انه مشي معي على الملعب، خلي بدي ارجيك الدراجه. بنطالعه على الدراجه، بنحاول نحببه فيها للعبه الدراجه، بعدين بنحكي معه، او من في فيديوهات مثلا من ارجيه هون للعبه الترياتلون بتشجع. في اولاد بتحب هذا الموضوع، بتتشجع، بتنطلق، بنتابع معها، بنحولها باتجاه الترياتلون ونشتغل معها. في اولاد بيقول لك لا انا بدي سباحه خلاص، فبنطلع هذا حاطينه ضمن مجال السباحه. حتى الكوادر يعني كوتش عم نشوفها دائما، لازم يكون في
خلينا نقول تنسيق بين المدربين، يعني مدرب للسباحه، مدرب للدراجه، مدرب حتى ل هلا نحن الاتحاد عندنا عم يعمل دائما دورات لتخريج مدربين ترياتلون، ما انه والله مثلا مدرب سباحه لحال مدرب دراجه إيه؟ لا بعض. أوكي. هو مدرب واحد، لانه هلا ما بدك تحطي انت برنامج التمرين بدك توزع الاحمال لثلاث العاب، صح؟ يعني انت عم تحطي خمطه تدريبيه عم تكون مثلا مدار سنه، فانت بدك توزع ثلاث العاب بالنسبه لعمر اللاعب وبالنسبه لمستواه. يعني هلا نحن مثلا بالصيف ممكن اللاعب عندنا يلعب ثلاث تمارين باليوم، بده يعمل سباحه، بده يعمل جري، بده يعمل دراجه كل يوم مثلا. بالفئات العمريه الصغيره نحن مثلا عم نشتغل على موضوع سباحه، بنضل عم نطور بموضوع سباحه، لان السباحه هي اصعب وحده بيناتهم، بحاجه الى تكنيك كثير كبير، فانت بدك تعلمي للطفل تكنيك سباحه الصحيح لحتى يقدر يعطي يعني اقوى. وانت بسباحه عم يطور عندك عضله القلب والرئتين، وطبعا كمان العضلات الخارجيه الذراعين القدمين كلها عم تتطور. فلما انت عم تلعب تمرين تمرين سباحه عم يصير عنده لياقه بدنيه كثير كبيره، وعم تتطور التحمل تبعه. بالاضافه لما عم يكبر الولد مثلا عم يصير مرحله الناشئين، انت بدك تضيفي مثلا تمارين جري، تمارين لياقه، تمارين سويده، فانت عم تجهزي لاعب ترياتلون بطريقه السباحه، انه هو كسباح بس عنده قوة تحمل، عنده بالجري جريه صار كويس، سباحته صارت منيحة. مثل ما حكينا بنعرض عليه فكرة الترياتلون، ناخده على الملعب من أرجيل دراجة، من أرجيل سيديات أو فيديوهات خاصة بلعبة الترياتلون، عم يتشجع عنا الطفل فعم يحب، بقول ايه اوكي انا بدي العب ترياتلون. فهون بصير مندخل موضوع الدراجة معه للطفل مشان ندربه عليها. تمام كوتش، بالإضافة لكل هذا التدريب والتجهيز والتأسيس، لأي درجة كمان تتدخل بموضوع غذائه للاعب؟ هلا هون دائما بكل الرياضات في عندنا شيء موضوع اسمه التغذيه اساسي، يعني التغذيه صارت عم تاخذ الجانب الكبير بالرياضه. يعني انت اوكي عم تلعب رياضه بس عم تتغذى طريقه غلط، عم تاخذ وجبات سريعه، عم تاخذ هالقصص، هي كلها ما راح تفيدك، يعني انت ما راح تخليك تتطور لبعدين. انت اذا حابب تلعب رياضه بشكل منيح وتعمل نتيجه كثير كبيره، انت بحاجه لبرنامج تغذيه صحي. يعني هون كمان انت مثلا اللاعب بيدخل بقى بمعسكر، انه انت مثلا ممنوع من الوجبات الخارجيه، ممنوع من الكولا، ممنوع في قصص كثير ممنوع منها، خلص انت عندك فار وجبات لازم صحيه، لازم يلتزم اللاعب، صح؟ لازم يلتزم، وخاصه بالفتره اللي بتكون مثلا قبل بشهر من البطوله. فانت بدك تعمل حميه مثلا، المقالي بدك تبعد عنها، في كثير امور انت مثلا بتصير بدك تبعد عنها، وتاخذ مثلا اكل صحي انه سلق وهالشغلات هيدي، لحتى تاخذ عندك كميه كبيره من الطاقه وتخزنها لتجهزها للبطوله. يعني هون كمان كوتش، يعني هيدا النظام الغذائي يمكن كمان بيسبب عامل ضغط، يعني بناحية انه ما بقى يحبوها لهيدا الرياضة، فكيف نحن عم نشجع هدول الاطفال، وخصوصا عم نستهدف يعني اعمار صغيرة عم بتكون بتحب هيدا القصص، فكيف عم بيتم التعامل مع هدول الاطفال وطبعا بمساعدة الاهل والتشاركية بهيدا الموضوع؟ هلا نحن دائما عندنا بالنسبة للاطفال عم يجي احيانا المنتخبات الوطنيه لعنا اللاذقيه عم يعسكر عنا المنتخب الوطني، فانا المجموعه المميزه عندي من ضمن مدرسه سباحه بجيبها بارجيها المنتخب الوطني مثلا، بارجيها البطولات، يصير عنده عامل تحفيزي اكثر، فما بقى بهمه لا الاكل ولا شيء، بهمه يتدرب وينجح. تمام صح. فانا بصير بارجيه مثلا انه هذا اللاعب مثلا انه شارك بطوله خارجيه، هذا اللاعب ارجي صور هو عم يلبس مثلا ميداليه على منصه التتويج، هون عم يصير عنده حافز. صح. طبعا هو احيانا بمر خلال السنه بفترات انه انا بدي كذا، انه انا مثلا بدي شوكولا، انا بدي مثلا وجبه شاورما مثلا، ايه اوكي انا ممكن يوم فري، ممكن يوم فري، صح؟ إيه ممكن يكون عندنا يوم فري مثلا، ايه دلعوا شوي للاعب، طمعوا طلعوا مشوار، حرضوا. فهون اللاعب دائما وانا بفهمه للاعب انه انت عليك ضغط، انت مثلا كبطل عم تحقق مثلا ميداليه ذهبيه، انت عليك مثلا مسؤوليات كثير، انت مانك بقى انت مثلا اي شخص موجود، انت صرت مميز، فانت عندك حسابات ثانيه لازم تتقيد فيها. صح. اهميه المتابعه، يعني استمرار التمرين يوم بيوم، المواظبه على التمرين، عدم الانقطاع فتره والرجوع، هيدا الموضوع قد ممكن ياثر على اللاعب وجاهزيته؟ ايه هلا نحن مثل ما حكينا مثل التغذيه الصحيه عندنا شيء اسمه كمان برنامج التمرين الصحيح. يعني انت البرنامج التمرين الصحيح مثلا ضمن الاسبوع 7 ايام عندك 6 ايام تمرين، عندك 6 حسب بقى مثل ما حكينا الاعمار والمستويات، الاعمار الصغيره مثلا انت عندك 6 ايام ممكن تتطور يصير عندك 9 حصص تدريبيه، انه انت عندك مثلا 3 الصبح 6 بعد الظهر. اللاعبين الشباب والرجال اللي عم يعني يحاول يوصل مثلا لمستوى اولمبيات لمستوى اسيا صار عنده اكثر فترات تمرين، يعني هو صار ملتزم بالفتره انه تمرين غذاء راحه، تمرين غذاء راحه. ففي ضغط
ما مثل ما حكينا نحن بنصير نشرح له للاعب هاي الجوانب المطلوبه منه، انه انت عليك ضغط تمرين، عليك ضغط موضوع التغذيه. طيب سؤالنا الاخير لك كوتش، اليوم شو في اختلاف بين بطوله واخرى؟ يعني انتم كل قديش عم تعملوا هاي البطولات؟ هلا نحن هلا عندنا بطوله جمهوريه عم نجهز لها، عندنا بعد مثلا ان شاء الله رح نعمل بطوله محافظه على مستوى المحافظه. نحن بالسنه بنحاول نعمل قدر الامكان مثلا بطوله او بطولتين مشان اللاعبين ما يملوا، انه انا عم بتمرن لهدف محدد، صح يكون في شيء. فنحن هلا كسباحه عم نشتغل على مجال السباحه، مثل ما حكينا كان عندنا بطوله سباحه، فكان عندي انا لاعبتين ماريا وديانا اسبير. ماريا حققت ذهبيتين بطوله الجمهوريه، ديانا حققت ذهبيه وفضيتين. حلو. هي كسباحه. ممكن هلا نحن بعدين نشوف مثلا انه البنات حبت وحده منهم عندها مميزات انها تدخل على التريتلون، فانا ممكن هون ببلش شجعها واشتغل معها على هذا الموضوع. عم نحاول نستقطب قدر الامكان الفئات العمريه الصغيره لنشتغل معها على هذا الاساس. اكيد بدنا نتمنى لكم التوفيق بكل شيء عم بتقوموا فيه، وبالبطوله القادمه يكون في اخبار حلوه. بدنا نشكرك الكوتش محمد صالح على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. شكرا كثير لك، بالتوفيق يا رب. شكرا لك. شكرا لك.